بسم الله الرحمن الرحيم. في كل سنة بيكون عندنا مادة محتاجة اهتمام وشغل ومذاكرة من الأول، عشان هي بتكون مهمة وتقيلة شوية. ومادة الترم ده إن شاء الله هي الفارماكوجنوزي. فارماكوجنوزي بالعربي يعني عقاقير. مادة العقاقير دي مهمة لأن عليها 150 درجة عندك الترم ده، وكمان المادة عبارة عن ترم واحد، يعني انت لازم إن شاء الله تنجح فيها الترم الأول، لأن ملهاش ترم تاني عشان تعوض فيه. تعالوا ناخد فكرة عامة عن المادة بتاعتنا ونعرف المادة عبارة عن ايه. المادة ان شاء الله تتكون من 3 parts، 3 أجزاء. الجزء الأول اسمه theoretical part، الجزء النظري، والجزء الثاني practical part، الجزء العملي، والجزء الثالث هو oral part، الجزء الشفوي. هناخد كل جزء ونتكلم عنه شوية، وهنبدأ بالtheoretical part. theoretical part الجزء النظري. اظن انت اول ما سمعت الكلمة سألت نفسك هو يعني ايه theoretical part. theoretical part ده هو عبارة عن الكلام النظري اللي بنزل لك، اللي انت بتذاكره من كتاب الكلية ان شاء الله، وبتدخل تمتحنه تحريري في اخر الترم. والtheoretical part ده بيكون متمثل عندك في اول حاجة كتاب اللي الكلية بتنزلهولك، تاني حاجة الورق ان شاء الله اللي انا هنزلهولك، ومعاهم النوتس اللي انت بتكتبها ورا الدكتور في المحاضرة. ومش تقلق ان شاء الله الورق هيكون شامل كل الكلام وكل المعلومات، ومش ناقص حرف او معلومة واحدة. تمام. في حاجة انا عاوزك تخلي بالك منها، ان الثيوريتيكال بارت ده اهم جزء من اجزاء المادة. ليه؟ لانه عليه 90 درجة، ده عدد درجات كبير جدا من 150، فلازم تخلي بالك ان الجزء ده مهم جدا جدا. وتخلي بالك كمان ان انت لو مذاكر الجزء ده كويس بيسهل بقية الاجزاء عليك. طيب ايه رأيك ناخد فكرة عامة عن الثيوريتيكال بارت بتاع المنهج بتاعنا، ونشوف بيتكون من ايه. المنهج الترم ده ان شاء الله بيتكون من 6 شابترز، 6 فصول. الفصل الاول والتاني بنعتبرهم مدخل للمادة، وبنعرف منهم المادة بتتكلم عن ايه. اظن انت اول سؤال جه في بالك واحنا بنتكلم هو يعني ايه عقاقير اصلا. بص يا سيدي، كلمة عقاقير اصلها يوناني، مشتقة من كلمتين، كلمة اسمها فارماكون اللي هي معناها which means drug، والكلمة التانية اللي هي gnosis which means knowledge. يعني عندي كلمتين بيكونوا كلمة pharmacognosy، pharmacon اللي هي معناها drug الدواء، وgnosis اللي هي معناها knowledge معرفة. يعني نقدر نقول ان pharmacognosy معناها drug knowledge، يعني العقاقير هي المعرفة بالدواء. طيب يا ترى ايه هو الدواء اللي انا هعرفه؟ انا هعرف اي دواء كده والسلام، ولا في انواع؟ قالك ان في نوعين من الدراجز. النوع الاول حاجة اسمها natural drugs. natural drugs دي drugs from natural sources، ادوية جاية من مصدر طبيعي، ودي اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها في العقاقير. النوع الثاني هو synthetic drugs. synthetic drugs synthesized drugs، أدوية مصنعة، يعني أنا جبت شوية مواد كيميائية وفعلتهم مع بعض صنعت منهم دواء. النوع ده مش بتهتم بيه العقاقير، فيبقى احنا إن شاء الله هنهتم في دراستنا بالناتشرال دراجز. طيب يا ترى إيه هي السورسز اللي أنا بحصل منها على الناتشرال دراجز؟ قالك أنا عندي أول حاجة المملكة النباتية بلانت كينجدوم، ودي أكبر مصدر بنحصل منه على الأدوية الطبيعية. تاني مصدر الميكروبيال وورلد، الميكروبات والكائنات الدقيقة. هتقول لي يا دكتور هو ينفع ان الميكروبات اطلع منها دواء؟ اقول لك اه، ابسط مثال عندك تعرفه دلوقتي هو عفن الخبز، اكيد انت عارف الدواء اللي احنا طلعنا منه. وفي مصادر تانية هنعرفها في الدراسة باذن الله. ثالث مصدر المارين وورلد، الشعاب المرجانية. رابع مصدر الانيمال كينجدوم، المملكة الحيوانية. خامس مصدر والاخير الفينومز اند توكسينز، السموم. ومش تستغرب، هتعرف ان السموم بنطلع منها ادوية، وادوية مهمة جدا كمان. وابسط مثال يريح دماغك من التفكير اللي انت والاستغراب اللي انت فيه دلوقتي هو الرمز بتاعنا. كده الحمد لله احنا عرفنا المصادر اللي احنا بنجيب منها الناتشرال دراجز. طب يا ترى هناخد ايه تاني في المادة؟ هنبتدي بعد كده نشوف نبذة عن تاريخ العقاقير، History of Pharmacognosy، بدأ ازاي وتطور ازاي العلم ده. البداية بتاعت العلم ده كانت من الـ Ancient Civilizations، من الحضارات القديمة. كانوا بيستخدموا النباتات المحيطة بيهم ويبدأوا يجربوها كعلاج، او ان هما يشوفوا حيوان بياكل نبات ويشوفوا الاثر بتاعه على الحيوان ويبدأوا يستخدمه. فالموضوع كان بدأ من هنا.
بعد كده الموضوع اتطور شوية، كل ده قبل الميلاد ظهر هيبوكريتس. هيبوكريتس أو أبوقراط زي ما احنا بنقوله بالعربي، وده بيسموه أبو الطب. والراجل ده ليه باع طويل جدا في الطب، وفي مؤسسات متسمية باسمه لحد دلوقتي، وساب مخطوطات كانت في الطب وفي علم العقاقير برضه. جه بعد كده بعد الميلاد ظهر واحد اسمه دايسكرويتس. دايسكرويتس ساب مخطوطات كبيرة جدا باسمه، وبرضه كان من المساهمين في تطوير علم العقاقير. بعد كده جينا في الفترة الإسلامية، العالم الجليل ابن البيطار، وهو من المساهمين في ازدهار علم العقاقير، وكان ليه كتب كتير جدا برضه. بعد كده بقى مع التطور الرهيب في القرن ال18 سموه Century of Pharmacognosy، قرن العقاقير. ليه؟ لأن في ناس زي جون آدمز ومعاه كارلوس لينوس، الناس دي كانت ليها إسهامات كبيرة جدا غيرت مسار علم العقاقير، لدرجة إن هم سموا العصر ده A New Era in the History of Pharmacognosy، ده عبارة عن عصر جديد خالص في علم العقاقير. بعد كده مع تفكير الإنسان والتطور المستمر ومعاهم البحث المستمر، توصلنا لأحدث حاجة وهي الفارماكوبيا. الفارماكوبيا دي عبارة عن كتاب كبير جدا زي ما انت شايفه قدامك كده، ده بيكون شامل كل حاجة عن الدواء وعن البلانت اللي انت عايزه وعن الناتشرال دراج اللي انت عايزه، كل حاجة عبارة عن اليوزس الاستخدامات بتاعته والسايد افكتس والأعراض الجانبية، كل حاجة ممكن تتخيلها عبارة عن موسوعة شاملة. تمام كده احنا خلصنا الهيستوري اوف فارماكولوجي. بعد كده هنبتدي ناخد شوية definitions and terms، شوية تعريفات ومصطلحات طبية هنعرفهم عن الناتشرال دراج. بعد كده هنشوف factors affecting on الناتشرال دراج. الناتشرال دراج ده حاجة مهمة بالنسبة لي، فأنا لازم أحافظ عليه، أشوف إيه هي الفاكتورز اللي هتأثر عليه، وأحاول إذا كانت بتحسنه أزودها، وإذا كانت هتقلل من كفاءة الناتشرال دراج بتاعي أحاول أتفاداها. الفاكتورز دي هتكون عبارة عن اللايت أو التمبريتشر أو الهيوميديتي، الرطوبة. بعد كده هشوف هعمل باكينج للدراج ازاي، هعمله تعبئة ازاي، وايه هي الظروف المناسبة اعمله فيها ستورج، وازاي اعمله دراينج. انت عارف ان احنا بنجفف الحاجة عشان نحافظ عليها، ان الحاجة كل ما بيكون فيها كمية مية او رطوبة اعلى كل ما بتكون عرضة لان هي تفسد او يحصل فيها عملية عفن. وهنعرف اخر حاجة ازاي يحصل ادلتريشن للناتشرال دراج بتاعي. يعني ايه ادلتريشن؟ عشان اكيد كلمة جديدة عليه. ادلتريشن يعني غش. في نباتات بتبقى غالية فبيجي التجار ويغشوها عشان يحققوا مكسب مادي عالي من وراها. انت كصيدلي وبعد دراستك بتبقى عندك المعلومات الكافية ان انت تقدر تعرف الدواء ده مغشوش ولا ايه. ابسط حاجة هقربها لك على الغش دلوقتي عشان تفهمها هي الهرمونات اللي بيحقنوه البرتقان والفواكه اللي شبهه عشان تكبر الحجم بتاعها، ده نوع من انواع الغش، ودي صورة من صور الادلتريشن. تمام الموضوع هيوضح قدام معاك، هيوضح جامد خالص، ولكن ده عبارة عن فيديو توضيحي مش اكتر، بيديك فكرة عامة كده. الحمد لله خلصنا محتويات الفصل الاول والتاني، نشوف الفصل الثالث والرابع كده بيتكلموا عن ايه. في الثالث والرابع هنتكلم عن حاجتين، موضوع اسمه السيل ديفرانشيشن وموضوع تاني اسمه السيل كونتنتس. السيل ديفرانشيشن حاجة سهلة هتلاقي انك عارف فيها حاجات كتير، وهو فصل سهل جدا ولذيذ لان انت بتدرس فيه تركيب الخلية النباتية اللي انت خدته قبل كده، ولكن هنا بناخد الديتيلز بتكون اعلى، التفاصيل اعلى شوية، وبناخدها بالانجليزي، بس ده الفرق عن اللي انت تعرفه قبل كده. ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني السيل كونتنتس، دي حاجة هندرس فيها محتويات الخلية. يعني ايه الحاجة اللي موجودة في الخلية متخزنة جوه الخلية؟ لو فحصنا الخلية هنلاقيها جواها. ممكن نلاقي ايه؟ قالك ممكن تلاقي حاجة زي الستارش، النشا اللي احنا كلنا عارفين، بس هندرس النشا هنا بمنظور مختلف شوية. ده بودر النشا زي ما اكيد كلنا شفناه قبل كده. هنبدأ بقى نتعرف على التركيب الكيميائي بتاعه، وكمان هنعرف شكله تحت الميكروسكوب، دي اهم حاجة، دي اشكال الستارش تحت الميكروسكوب. في حاجة تاني ممكن نلاقيها غير الستارش؟ قالك اه، ممكن نلاقي حاجة اسمها اليرون جرينز. الاليرون جرينز دي هي عبارة عن الخط الاصفر اللي في الصورة عندك ومتشاور عليه، دي عبارة عن البروتين في الخلية. تالت حاجة هي عبارة عن الكالسيوم اوكزاليتس. كالسيوم اوكزاليتس دي حاجة بتبقى موجودة برضو في الخلية،
وبتميز نبات عن نبات تاني، وده شكله تحت الميكروسكوب. أهم حاجة عندنا الأشكال تحت الميكروسكوب دي كلها أنت إن شاء الله هتدرسها بالتفصيل في العملي. وبكده هنكون خلصنا الشابتر الثالث والرابع، شابترين سهلين جدا ومن ألذ الشباتر وسهلين، مش بياخدوا تعب في المذاكرة وبتفهموا وبتحفظوا بسرعة. طيب بعد كده هندخل على شابتر 5 الفصل الخامس. شابتر 5 ده بيتكلم عن حاجة اسمها تاكسونومي، تسمية النباتات. اللي عمل الموضوع ده عالم اسمه كارلوس لينوس، اللي انا قلتلك ان هو اسهم بعلمه بصورة كبيرة جدا في القرن ال18. المهم كارلوس لينوس عمل تسمية النباتات واحنا هندرسها بالتفصيل في الفصل ده. هندرس في الفصل ده معلومات عن تصنيف النباتات، وهنعرف ازاي احنا نصنف النباتات، وهنعرف ازاي كارلوس عمل تسمية للنباتات، واحنا هنعرف التسمية دي بنفسنا احنا كمان، وهنشوف شوية مصطلحات وتعريفات، وهنعرف كمان ان العالم كارلوس لينوس جمع كل حبة من النباتات ليهم the same characters، ليهم خواص متشابهة، وقسمهم لحاجة اسمها families، العائلات. هنعرف عائلات مثلا زي عائلة البابا فيريسي، وعائلة تانية زي الليجيومينوزا، وعائلات تانية كتيرة جدا هندرسهم بالتفصيل في الشرح ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا الشابتر الخامس، وده سهل جدا ان شاء الله ومش هتاخد فيه وقت وانت بتذاكره، وان شاء الله هنبسطه مع بعض على الاخر. نوصل كده للشابتر السادس وهو اخر شابتر عندنا. الشابتر ده بيتكلم عن حاجة اسمها الليف. ايه هو الليف؟ الليف يعني الورقة بتاعت النبات، هي الورقة اللي انت شايفها قدامك دي. انا عارف السؤال اللي جه في دماغك دلوقتي، انت بتقول هو احنا فاضيين هندرس الورقة بتاعت النبات؟ انا اقولك احنا هندرسها ليه. اولا كده انت عارف ان في نباتات بتعالج، يعني في نبات ممكن اخده يعالج لي اي تعب انا حاسس بيه، وفي نباتات تانية مش ليها اي اثر علاجي خالص، صح؟ تمام. السبب في ان في نبات بيعالج، يعني ليه النبات الفلاني بيعالج المرض الفلاني، لان في مادة فعالة في النبات بتبقى هي السبب ان هو بيبقى ليه القدرة العلاجية دي. المادة الفعالة دي بقى بتتركز في حتة معينة في النبات. في نباتات المادة الفعالة بتاعتها بتتركز في الورقة اللي انت شايفها قدامك دي، وفي نباتات تانية بتتركز المادة الفعالة بتاعتها في الثمرة بتاعت النبات، وفي نباتات تالتة المادة الفعالة بتاعتها بتتركز في الزهرة في الفلاور بتاعت النبات، وفي نباتات تانية خالص المادة الفعالة بتتركز في اللحاء بتاع النبات. فاحنا في العقاقير مهمتنا ان احنا ندرس البارت، الجزء من النبات اللي فيه المادة الفعالة دي، عشان نعرف ان احنا نستخرج المادة الفعالة دي ونعالج بيها. تمام؟ ابسط مثال هضربهولك يوضح لك الكلام اللي انت مثلا لو متلخبط فيه او كده، الجوافة. انت لما بتبقى تعبان وعندك كحة مش بيقولك كل جوافة، لا بيقولك خد الورق بتاع الجوافة واغليه واشربه لو انت بتكح وبتبقى كويس، صح؟ ليه بقى؟ ليه انت لما بتغلي الورق وتشربه بتبقى كويس ولما بتاكل جوافة مش بيفرق كتير؟ لان المادة الفعالة مش متركزة في الثمرة بتاعت الجوافة، المادة الفعالة متركزة في الورق نفسه. فهمت الفكرة كده؟ يا رب يكون المثال ده وضح لك الموضوع وبسطهولك ووصلهولك كويس. احنا هندرس ايه بقى في الورقة دي؟ احنا هندرس اول حاجة تركيب الورقة، هنعرف الورقة دي بتتركب من ايه، وهنعرف التركيب ده بالتفصيل. بعد كده هنعرف بقى نبتدي نعرف شوية تفاصيل عنها، زي مثلا المارجن تايبس. يعني ايه المارجن؟ المارجن ده الحافة بتاعت الورقة، الحواف من بره بتاعتها كده. هل الحافة دي اسمها انتاير، يعني اللي هي اول واحدة عندك دي اللي هي ملساء خالص كده، او الحافة دي مسننة بس سنون صغيرة فاسمها سيريوليت، او مسننة السنون بتاعتها كبيرة فاسمها سريت، او ايا كانت السنون دي بقى بنبدأ نعرفها على حسب الحاجات دي. وبنعرف كمان حاجة اللي هي الليف ستراكتشر، اللي هي الطبقات اللي بتتكون منها الورقة بالتفصيل. يعني احنا بندرس كل حاجة عنها بالتفصيل. بعد ما ندرس التركيب ونعرفه كويس ونبقى عارفين كل حتة في الورقة، بنبدأ بقى ندرس نباتات. النباتات دي الورقة بتاعتها هي اللي فيها المادة الفعالة، احنا بنعالج باستخدام الأوراق بتاعت النباتات دي، زي مثال الجوافة. هناخد مثال مهم، أول نبات هندرسه اسمه السنة. السنة صورته قدامك اهو، وهو بيستخدم كلاكستيف.
يعني ايه لاكستيف؟ يعني ملين. يعني ايه ملين؟ يعني بيعالج حالات الامساك، تمام؟ وده اكيد انت شفت الدواء بتاعه في الصيدلية او عرفته، اسمه حبوب نصار. ما علينا، الحاجات ده هنعرفها بعدين ان شاء الله. ده كان النبات الاول. النبات التاني اللي بنعالج بالليف او الورقة بتاعته هو نبات اسمه الديجيتاليس، ودي الصورة بتاعت النبات. النبات ده وظيفته او استخدامه ايه؟ بيستخدم كحاجة اسمها كارديوتونيك. كارديوتونيك يعني مقوي ومنشط لعضلة القلب. نبات مهم جدا جدا جدا، بينشط عضلة القلب. ده كان النبات التاني. النبات التالت اسمه بلادونا. البلادونا دي الصورة بتاعت النبات، وبيستخدم ان ليه انثيتك افكت، تأثير مخدر، وكمان decrease secretions of the body، ان هو بيقلل افرازات الجسم زي مثلا العرق واي secretions تانية النبات ده بيقللها. ومعلومة كمان ان النبات ده كلمة بلادونا، بيلا دونا دي كلمة بالايطالي معناها المرأة الجميلة، فهم كانوا زمان بيستخدموه ان هم يحطوه في العيون، كان بيكبر انسان العين وبدي المرأة شكل جمالي، ولكنهم مش عارفوا بيستخدموه قوي دلوقتي. المهم كده خلصت اهم النباتات اللي موجودة في الفصل السادس، وبفضل الله انت كده خدت نظرة عامة وشاملة عن الجزء النظري. ندخل على الجزء العملي برضو. هو يعني ايه جزء عملي؟ ايه هو البراكتيكال بارت؟ بص يا دكتور، العملي ده اننا بنقوم باستخدام شوية مواد كيميائية زي اللي انت هتعرفها ان شاء الله في السكاشن، معاها شوية انسترومنتس، شوية ادوات زي الميكروسكوب والانابيب بتاعت الاختبار والسلايدز، شرايح زجاجية، دول بنستخدمهم مع بعض عشان نوصل لهدف ان هو احنا نعمل to identify، نتعرف على ايه؟ نتعرف على البلانت. مش فاهمك برضو، هوضح لك اكتر. انت لما شفت البلادونة وشفت الديجيتاليز، وكمان لو جبت لك واحد تالت جنبهم ده النعناع على فكرة، المهم ان التلاتة شبه بعض، التلاتة وراهم اخضر. اول سؤال جه في دماغك، انا هعرف افرق بينهم ازاي؟ How to differentiate between them؟ زي ما قلت كلهم لونهم اخضر. انت عن طريق العملي بقى، وعن طريق شغل العملي، وعن طريق بعض الكيميكال تيستس الاختبارات، هتعرف تفرق بينهم ازاي. ودي اهمية العملي، ان انت عن طريق العملي بتعرف تتعرف على اي نبات، مهما كان النبات ده مخلوط مع مواد تانية او حتى متلخبط مع نبات تاني، فانت بتعرفه. ومن هنا هتقدر تعرف هل النبات ده حصل له adulteration، هل هو مغشوش ولا لا، وكل الحاجات دي بتوضح معاك في العملي. ده الميكروسكوب اللي احنا بنستخدمه، وهنعرف اجزائه جزء جزء ان شاء الله. بس في حاجة عاوزك تعرفها في العملي كمان، ان جزء العملي عليه 40 درجة، فهو برضو جزء لازم نشتغل فيه كويس، لان درجاته بتكون مضمونة لو انت فاهم الشغل ان شاء الله. اخر حاجة عندنا هي الاورال بارت. الاورال بارت بيكون عبارة عن ان انت بتقعد مع الدكتور بعد الامتحان ان شاء الله، وهو بيسألك سؤالين ثلاثة كده في المادة. الاسئلة بتكون في صلب المادة، بيختبر بيهم مذاكرتك وبيختبر بيهم قوتك في اللغة، تمام؟ ودرجات الشفوي بتكون 20 مارك. كده بفضل الله دلوقتي حضرتك عرفت اجزاء المنهج بتاعك، وعرفت فكرة شاملة وكاملة عن المنهج، وخدت كمان فكرة عن النظري. بس في حاجة لازم تخلي بالك منها، العقاقير مادة عاوزة متابعة وشغل جامد من الأول، يعني لازم تقراها كل أسبوع، تمام؟ ممنوع نهائي إنك تسيبها للآخر وتخليها تتراكم عليك قبل الامتحانات، ده ممنوع نهائي. لازم تتابع معانا أول بأول، وتذاكر مادتك أول بأول، وإلا الحاجات اللي هتحصل بعد كده هتكون عواقبها مش كويسة، تمام؟ طيب انا هقدم لك ايه السنة دي ان شاء الله؟ اول حاجة طريقة الشرح. في ناس كتير بتتعقد من العقاقير في الاول لانها بتعتمد على الحفظ،
لأن العقاقير مادة تقيلة وهتلاقي فيها حفظ كتير، ففي ناس بتتعب فيها جامد. معايا إن شاء الله هتلاقي المادة سهلة وهتلاقي نفسك بتفهمها كويس، لأن هربط لك الفهم والحفظ سوا وهنجمعهم سواء بالاختصارات أو سواء بالدياجرامز المخططات اللي احنا هنعملها إن شاء الله، أو الصور البسيطة زي ما شفنا في الشرح بتاع جزء النظري اللي احنا كنا لسه عاملينه من شوية. تاني حاجة highly organized paper، ورق إن شاء الله هيكون منظم بصورة كبيرة جدا عشان ده كله يخدم المعلومة وإنها تكون منظمة في دماغك لأنها هتكون منظمة في الورق. في permanent revisions مراجعة على طول لأن المادة بتتنسي، فهتلاقي مراجعة على طول بإذن الله تخليك ما تنساش المادة. very important notes هتلاقيها عندك، أي كلمة هتتقال في المحاضرة هتلاقيها موجودة إن شاء الله عندك في الورق، فما تحملش هم حاجة خالص. بإذن الله أي كلمة تتقال في المحاضرة وأي معلومة الدكتور يقولها هتلاقيها عندك. وكمان الـ practical part explanation هنشرح العملي وهنوضح للناس ازاي تشتغل في العملي، عشان الناس ساعات بتستصعب العملي انه حاجة جديدة عليها وكده، بس احنا ان شاء الله هنشرحه وهنبسطه على الاخر، وهيكون في حاجات تانية كتيرة ان شاء الله هنشوفها مع بعض وهنعرفها بعدين. دلوقتي حضرتك هتدخل على الفيس تعمل لايك للبيج اللي موجودة في الديسكريبشن تحت، ومش بس كده انت تعمل جيت نوتيفيكيشن كمان عشان اي حاجة تتحط على الصفحة توصل لك على طول وانت مرتاح وتبقى عارفها على طول. وتابعنا، انت مش خسران اي حاجة، بالعكس انت كسبان جدا ان شاء الله، وبإذن الله تحبوا المادة معانا وتفهموها كويس وتقديركم يكون عالي ان شاء الله فيها. تابعونا، لسه في كتير معايا ولسه في اجمل من كده ان شاء الله. لو حد عنده اي استفسار او اي حاجة ممكن تتصلوا بينا وتسألوا براحتكم زي ما انتوا عايزين. كان معكم الدكتور سيد.